إذن إلى المغرب هذه المرة، والزلزال مراكش الذي ضرب قلب الاقتصاد والمغربي وتأثيره كان ليس فقط على الخسائر البشرية وإنما كان له أبعاد واضحة على الخسائر المادية. نقف على تفاصيل هذا العرض وتأثير أيضا الذي لاحظناه في تأثير الزلزال وأيضا التقديرات المبدئية المتوقعة بالخسائر المادية بأنها ستمثل قرابة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وذلك بقرابة 10 مليارات دولار. القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي للمغرب تصل لقرابة 134 مليار دولار، وبالتالي هذه التقديرات هي تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. لطالما كان المغرب عانى خلال الفترة الماضية وخاصة من بعد الإغلاق الذي شهدناه من إغلاق فترة كورونا وأيضا الذي جاء من بعده الأزمة الروسية الأوكرانية، كان هناك ضغط واضح على قطاع السياحة. قطاع السياحة يعتبر من المورد الرئيسي بالنسبة للميزانية الدولة، وبالتالي بنلاحظ بأن هناك كان قطاع السياحة بيمثل 10% من النشاط الاقتصادي وللعمالة في المغرب، وبالتالي انتعاش قطاع السياحة في المغرب في عام 2023 بعد خسائر فادحة في فترة كورونا، بنلاحظ بأنه في عام 2019 كان قرابة 12.9 مليون زائر، لكن هذا الأرقام تراجعت بأكثر من 70% لعام 2020 وصلت لقرابة 2.8 مليون زائر. لكن بعض الأرقام التي سمعناها من الحكومة المغربية والتي وضعت أيضا هناك نظرة متفائلة بالنسبة للموازنة لعام 2023 و2024، كانت هناك تقديرات إيجابية إن كان على تقليص التضخم وأيضا بالنسبة لأرقام النمو وأيضا لتخفيض العجز. لكن الانخفاض الحاد الذي شهدناه لنمو الاقتصاد المغربي في عام 2022، لاحظنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل قرابة 1.2% من التراجعات في عام 2022، وبالتالي كان عندنا في عام 2021 تسجيل نمو عند 7.9%. التضخم كان عامل رئيسي وخاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير أيضا على ارتفاع الأسعار وبالأخص الحبوب. لاحظنا بأن هناك كان التضخم الأساسي في شهر فبراير من هذا العام كان هناك 8.5% من تأثير مباشر سواء على العائلات الفقيرة، وتأثر الاقتصاد بشكل كبير خلال هذه الفترة بتراجع طلب وأيضا تأثر المحصول الزراعي في المغرب نتيجة الأمطار القليلة خلال هذه الفترة. إذن كانت هذه نظرة على الخسائر والتقديرات لزلزال مراكش وتأثيرها على الاقتصاد المغربي.